في هذه البقعة الجغرافية التي تمتد على مساحة 265 كيلومترا مربعا والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 2 مليون نسمة، لا يوجد شبكة صرف صحي. كل المياه المبتذلة تصب في الأرض لتنتهي في البحر. مشروع وحيد للصرف الصحي مقترح في المتن، تقرر أن يكون هنا في منطقة برج حمود التي يتصدرها من جهة البحر جبل النفايات الأخضر. هذه المشاهد قرب مكب النفايات هي السبب الرئيس لرفض بلدية برج حمود إنشاء محطة تكرير في نطاقها البلدي. المسألة لا تحتمل أي مفاوضة بالنسبة إلى أبناء المنطقة وبالنسبة إلى ممثلهم في الندوة البرلمانية النائب أجوب بكرادونيان. هيدي عنا ورح تبقى على الآن إذا ما صار في مشاريع لتخفيض كمية المياه المبتذلة يلي رح تيجي على هالمنطقة. مش نحن ببلدية برج حمود أو هالمنطقة فقط تتحمل مسؤولية 2 مليون شخص بالمنطقة. وبمعزل عن اعتراض بلدية برج حمود، المشروع وتمويله عالقان في مكان آخر. حينما تعلق المشاريع اسأل عن مجلس الإنماء والإعمار. في تمويل من الدولة التليانية قرر بمبلغ 60 مليون يورو، هيدا صار موجود. اصطدمنا بكمان المخطط يلي عامله مجلس الإنماء والإعمار اللي كان محضرينه. يعني 60 مليون قرن واقفين 5 سنين. ليش؟ شو اللي بعرق الامور للمتن؟ حتى لو بعرف السبب، لان يعني المراجع بمجلس الامر يا عمي، ليش مش عم تلزموا؟ من الملف جاهز من 5 سنين، بيجاوبوني من عم تجي الضغوطات، بس انا اذا سالتني على التلفزيون بقول لك ما بعرف. طالبنا مرارا وتكرارا، اول شيء ما في مجلس الاعمار يكون دوله لوحده. ثانيا ما بتقدر الحكومه تصبح مش موجوده لا بالقرض اللي عم يعمله ولا بالخطة اللي عم بيقدمها، لأن مش عم تمرق مجلس وزراء، ولا بالتلزيم ولا بالتمويل ولا بشيء. يعني أنا رئيس لجنة مال بتوصلي قروض على مجبور امشي فيها لأنه دجا مضت، وبالتالي إذا أنا برجع بناقشها بينقل لي إنك عم تهدد منطقة بكاملها أو قضاء بكامله، جبنا له تمويل أنت ما فيك تناقش. فإذا هيدا أسلوب وآلية خطأ. يا خيي اعملوا اجتماع وقولوا نحن بدنا نمشي المجرير، ربحوا من وراء المجرير صوات، بس ما توقفوا المشروع، بس ما تقل لي مين. المشروع جمد بمجلس الاعمار، لم يلغى، جمد، ولكن قاموا بدراسات بلدية برج حمود واستعينوا بخبرات وبشركات حتى مش محلية بينت انه هاي المحطة ممكن يكون لها خطر بيئي مستقبلي كتير كبير. مشان هيك عرضوا المشروع، لانه ممكن هالمحطة إذا غابت عنا لثواني الكهرباء ممكن تعمل كارثة بيئية كبيرة، وفي أشياء تانية مبينة بتقارير لخبراء. لا، نحن اقترحنا أنه يجزئوا هالمشروع. أولا يعملوا سدود ببعض المناطق الجبلية، يعملوا محطات تكرير ببعض المناطق في الجرد، حتى أولا يستفيدوا الأهالي من هالمياه، وبعدين نحن فينا نتحمل 700-800-900 ألف ماكسيموم. في الجزء السادس أوتوستراد المتن البطيء.